طايفة من جمعية كشيف بلا حدود قاتلة جريد سوسة. ما تكون رئيسي كان ما تخدم بلادك بدفين وإخلاص ونزاهة، ما تكون رئيسي كان ما تحاول تحقق الوعود اللي وعدنا بها وما يتمش استغلال نفوذك باش تكون تونس حرة مستقلة بقيمتها العالية. ما تكون رئيسي كان ما تخمم في أبطالنا اللي هما جيش بلادنا نظرا لصعوبة خدمتهم، نظرا لصعوبة المشاكل اللي تعرضوا لها، فتعلموا حب من مواطن تونسي مهدد يحاول انه يدافع على بلاده.